آخر التطورات الميدانية، حيث استهدفت المسيرات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا، نجم ذلك عن 3 من الشهداء في منطقة سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما أغارت الطائرات الحربية على منزل عائلة العاصي الواقع في مشروع بيت لاهيا. أيضا نجم هذا الاستهداف ليرتفع عدد الشهداء إلى 6 شهداء، هؤلاء الشهداء الذين كانوا لا زالوا على قيد الحياة، وبسبب عدم توفر طواقم إسعاف أو طواقم يعني دفاع مدني لم يستطيعوا الوصول إليهم أو انتشالهم، فاستشهدوا على الفور جراء هذه الغارة الإسرائيلية. أيضا 6 شهداء على مفترق أبو شرخ الواقع غربي مخيم جباليا، هذه البوابة الغربية لمخيم جباليا الواقع شمال قطاع غزة، في ظل استمرار القصف المدفعي المكثف، كما أن المسيرات الإسرائيلية من نوع كواد كابتر لا تزال تطلق النيران وتلقي قنابلها على بلدة بيت لاهيا، وتطلق الرصاص باتجاه وصوب المواطنين في شمال قطاع غزة، كما يعني أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع العملية في منطقة بيت لاهيا تحديدا، وحيث يحاصر منازل المواطنين ويطلق النار عليهم تحت تهديد السلاح ينزح المواطنون من بلدة بيت لاهيا. كل هذا يأتي في سياق العملية العسكرية المتواصلة والمستمرة للشهر الثاني على التوالي في شمال قطاع غزة، كما أيضا يعني أطلقت رصاص الطائرات الكواد كابتر على خيمة للنازحين في مدينة غزة هنا، وطيران المروحي الإسرائيلي الذي أصبح بالكاد لا يتوقف عن إطلاق النيران اتجاه وصوب منازل المواطنين في مدينة غزة وفي شمالها. كل هذه الأحداث وتطورات ومع يعني توسيع العملية العسكرية في بيت لاهيا ينذر ذلك إلى توسيع هذه العملية، وينذر إلى أوضاع ساخنة وأوضاع صعبة يعيشها المواطنون في شمال قطاع غزة، في ظل انعدام المنظومة الصحية الكاملة، وفي ظل انعدام يعني عدم وجود طواقم دفاع مدني. أيضا كان هناك مناشدة من مستشفى العودة الواقع في تل الزعتر في شمال غزة من مديرها محمد صالحة، الذي يناشد يعني بضرورة فك الحصار عن هذه المستشفى وعن إدخال يعني طواقم إسعاف وطواقم طبية إلى مستشفيات شمال غزة، وهن مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة ومستشفى الأندونيسي التي لا زال يتواجد بها جرحى دون تلقي علاجهم ودون إسعافات ودون تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة. نتحدث عن شبح مجاعة حقيقي للشهر الثاني يضرب شمال قطاع غزة ويدخل بيوت الآمنين الفلسطينيين دون إدخال شاحنات مساعدات، دون إدخال مستلزمات طبية إلى هؤلاء المواطنين الذين باتوا يلقون مصرعهم في شمال غزة دون حياة لمن تنادي. كل هذا يحدث في شمال غزة لأكثر من 150 ألف مواطن لازالوا متواجدين في شمال غزة، يتعرضون إلى تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية، ومجازر إسرائيلية تحل بهم بشكل يومي. أيضا يعني يتركز هذه العمليات، يعني تتركز المجازر الإسرائيلية ليلا، في كل ليلة يشهد المواطنون على مجازر إسرائيلية تستهدف الشقق السكنية والمنازل التي تسقط فوق رؤوس ساكنيها في مدينة غزة. أيضا استهدفت طائرات الكواد كابتر مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا البلد، تتوالى الإصابات على مستشفى المعمداني هنا في مدينة غزة، في ظل انعدام كما ذكرنا المنظومة الصحية في مدينة غزة. هذه صورة الأوضاع إلى هذه اللحظة، وعلى ما يبدو أن وتيرة الأحداث متصاعدة تحديدا في بلدة بيت لاهيا جراء العملية العسكرية. كل الشكر لك، تفضل بقائي معي زميل محمود أبو سلامة، وانتقل الآن